أعلن رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات عماد بو 50 أن الكويت تعتزم تقديم طلب لاستضافة الدورة الثانية لأولمبياد سباقات السيارات، مؤكدا جدارة الكويت وقدرتها على تنظيم الحدث الدولي. بو 50 الذي يرأس وفد منتخب الكويت بأول أولمبياد دولي لسباقات السيارات في روما، شدد على قدرة واستعداد الكويت بما لديها من تجهيزات تشمل 7 حلبات، إضافة إلى مدينة الكويت للمحركات إحدى أفضل مدن العالم في العالم.